كل في لاباس عليكم، نتمنى تكونوا بألف خير. اليوم ان شاء الله فيديو جديد غادي نقدم لكم ان غاتو او شوكولا اولترا مويلو ناجح 100%. بسم الله نبداو الوصفه ديالنا. اليكم المقادير. غادي نحتاجوا البنات 180 غرام ديال الشوكولاته السوداء، 120 غرام ديال الزبده، 90 غرام سكر سنيده، 90 غرام دقيق مغربل او منخول، 3 بيضات، شويه ديال الملحه، 1 كيس خميره كيميائيه، 1 كيس فاني. اليكم طريقه التحضير. غادي ناخذ الشوكولا نوار مع الزبده، غادي نذوبهم في الباماري او للميكرووند ونرجع لكم بعد قليل. بالنسبه للمرحله الثانيه غادي ناخذ 3 البيضات، غادي نعملهم في ان ريسيبيون، نضربهم شويه بالباتور تقريبا واحد دقيقه ما كاملاش. من بعد غادي نضيفوا السكر مع الفاني ونكمل نضربهم مزيان تقريبا 30 ثانيه. غادي نستمر في التطراب حتى نحصل على هذا القوام. في المرحلة الثالثة غادي نضيفو الخليط ديالنا الشوكولا والزبدة اللي دوبنا من قبل في الماء مغلي. من بعد للمرة الثانية نعاود نخلط جميع المكونات ديالي بالباتور حتى نحصل على خليط متجانس. من بعد نضيفو رشة ملح ونعاود نخلط الخليط ديالنا مزيان بالباتور. ملي كنحصل على هذا القوام غادي نضيف دقيق الفورس مغربي مع الخميره الكيميائيه. ونستعمل نخلط بالباتور حتى نحصل على خليط يكون هوموجين. وفي المرحله الاخيره ناخذ لومو اللي يكون دائري على هذا الشكل، ندهنوه بالزبده ونرشوه بالدقيق ونعملو فيه الخليط ديالنا. ملي كنعملها في لومول كنضربها شويه مع لو بلون دو طرافاي باش تقاد لينا العجينه مزيان. وفي المرحله التاليه غادي ندخلوا الكاك ديالنا الفران اللي ديجا سخناه على 175 درجه لمده 20 حتى 30 دقيقه. خاص الكيك ديالنا ما يفوتش فيه الطياب باش يبقى مويلو. فوالا البنات لو كيك ديالنا ملي خرجناه من الفران غادي نخليوه حتى يبرد، مي اون اتوندون غادي نوجدو اونصومبل لا غاناش او شوكولا. بو لا غاناش او شوكولا غادي نحتاجو 200 غرام ديال الشوكولا نوار و 20 سنتيلتر ديال لا كريم ليكيد. بو لا بريباراسيون غادي نسخنو لا كريم ليكيد سوا في الميكرووند اولا لو بان ماري. من بعد غادي ناخذ لو شوكولا ديالنا نقطعو على هذا الشكل باش يدوب لينا فاسيلمون مع لا كريم ليكيد اللي درنا في الباماري. من بعد ما كملنا التقطاع ديال لو شوكولا ديالنا غادي نضيفوه لا كريم ليكيد اللي سخنا من قبل. من بعد نحاولوا نخلطوا الشوكولا مع لا كريم مزيان بون سباتول اون بوا ولا اون ماريز حتى نحصلوا على ان غلاساج تري ليس. دابا البنات نمروا لطريقه التزيين. غادي نحطوا لو كيك ديالنا على اون غري كما كتشوفوا ونحاولوا نصبوا عليه لا غاناش على هذه الطريقه. وغادي نستعمل نغطي لو كيك ديالنا كامل بلا غاناش ونحاول ما نخليش الفراغات. وكما كتشوفوا البنات ليكسيدون ديال لو شوكولا كيهبط كامل تحت لاكري باش كنحسوا على اون كوفرتور تري فين اي تري ليس.
ونستمر على هذا الشكل ونرجع لكم بعد قليل. وبهذه الطريقه غادي تحصلوا على اون كوفرتور بارفيت اي ليكسيدون دو شوكولا غادي يهبط كامل لتحت. ودابا البنات غادي نخليو لو شوكولا ديالنا حتى يبرد ونكملو انصومبل لا ديكوراسيون ديالنا. اي بو لا ديكوراسيون غادي نحتاجو ناباج او شوكولا اولا اللي عندكم تقدروا تستعملوا نوتيلا او شوكولا ديروها في لا بوشادول وتزينوا بها لو كيك. دابا نمرو لا ديكوراسيون فينال ديال لو كيك. Et pour la décoration, غادي نحاول نعمل خطوط بلو شوكولا ديالنا. وانتم البنات عندكم الاختيار في لا ديكوراسيون ديال الكيك ديالكم كيف ما بغيتوا، كتبقى مسألة أذواق. انا غادي نكمل على هذا الشكل ونرجع لكم بعد قليل. وفي التالي غادي ناخذ لوز ايفيلي غريي نعملو على لو كيك من الفوق وفي الجوانب ديالو. فوالا البنات كملنا لا فينيسيون ديال لو كيك ديالنا. دابا ان شاء الله نمرو لطبق التقديم. فوالا البنات كملنا الوصفه ديالنا اللي كانت عباره على كيك وشوكولا اولترا مويلو. نتمنى تجربوه. ما تنساوش حبيباتي تدعمونا بابوني وتخليولنا بزاف ديال لي لايك اي كومونتير باش يوصلكم كل جديد من قناتنا. وبسلام عليكم وضربوا لكم موعد ان شاء الله لفيديو جديد.